فوت على زكريا على خالد المزوكي فرصة الهدف وهجمة معاكسة لمصلحة شباب الزاوية في خطأ. خطأ ضربة جزاء. خطأ وضربة جزاء لمصلحة شباب الزاوية. شيحان يتقدم يسدد ويسجل الهدف الأول. هدف الأول إذا أول أهداف المباراة لمصلحة فريق شباب الزاوية. موالي يلحق الكرة قبل ما تخرج لعبة طويلة. من هناك ناحية نعيجي ويعدل النتيجة. يسجل نعيجي ممتازة من نعيجي. يسجل هدف التعادل لمصلحة فريق مولودية الجزائر. أنور والحكم الرابع السيد معنصري الظهير. الكرة لمصلحة حاضرة. ثم سفيان بيزيد تحول لهجمة معاكسة. سفيان 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 ماذا يفعل سفيان؟ يطري سفيان لعبة مع مرزوقي مش معقول. تفضل عودة الخلف. تسديدة قوية ولكن تماس أو ركنية للمولودية. طاهر يلعبها مع نعيجي وفيه ضربة جزاء. ضربة جزاء ولمسة يد. نعم فيه لمسة يد والحكم يستعد يتقدم مرزوقي يسدد ويسجل. يسدد ويسجل الهدف الثاني خير الدين مرزوقي لمصلحة فريق مولودية الجزائر بعد مرور 57 دقيقة لعب. المولودية إذا معها بالخماسة. بالخماسة طويلة فهم بين بولزار وبالحاج ولكن طاهر خطيرة. هذه كرة خطيرة من طاهر. طاهر 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 ونعيش يصير في الهدف الثالث. هدف الثالث لفريق مولودية الجزائر بعد هذا الخطأ. مخالف كرة لمولودية الجزائر انطلاقة من زكريا نعيشي. زكريا نعيشي زكريا 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 الهدف الثالث. الهدف الرابع لمصلحة فريق مولودية الجزائر. مباراة بفوز فريق مولودية الجزائر بأربع أهداف مقابل هدف واحد وتأهله إلى دور الثمن النهائي.